عسلامة ومرحبا بكم معنا في شبابك الجنة. اليوم ان شاء الله مش نعملوا حويجة باردة تنعوش فيها السخانة، حويجة يحبوها الكبار والصغار، اللي هو الجلاس، جلاس بالشوكولاتة باش نعملوه. وشكون ميحبش الجلاس؟ جلاس يعمل الكيف، حويجة نظيفة معمولة في الدار، حويجة نظيفة وبنينة. لكن قبل ما نشوفوا الطريقة والمكونات، ما تنساوش تعملوا اشتراك في القناة كان مشتركتوش، وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل فيديو نعمله جديد. وتوا يلا نبداو. اول خطوة نبداو بسم الله، مش نحضروا الكراميل. خذيت 100 جرام سكر، حطيت عليها 20 جرام ماء، نحطهم في كسرونة ونحطهم يغلي، نخليهم يغليو حتى لينك الماء يتبخر والسكر يولي يتحرق بشوية بشوية ويتكون عنا الكراميل. نار مضابينة تبدأ هادية مش قوية باش ما يتحرقش السكر، يطيب بشوية بشوية ما نخليوش يتحرق. نار ضعيفة كما شفتوا متوسطة. كيف ولا كراميل وذاب السكر الكل، نقص الغاز بالباهي، نقص على الاخر. ومش نصب توا الكريمة السائلة، خذيت 100 جرام كريمة سائلة ونصبها على السكر، نخلط كما تشوفوا. ما نخافش حتى كان صار فما تكتلات والحاجة يذوبوا، نحرك توا يذوبوا. سيي حضرت الكراميل متاعنا حضر، نخليوه يبرد. توا مش نحضروا الكريمة. الكريمة خذيت 100 جرام سكر، توا باش نخلط النواشف مع بعضهم. 100 جرام سكر حطيت معاها 25 جرام نشا تقريبا مغرفة، حطيت عليه 20 جرام كاكاو، نخلطوهم مع بعضهم باش يتجانسوا بالباهي، ما يقعدش النشا وحده والكاكاو وحده. خذيت الكسرونه وحطيت النواشف في الكسرونه، بعد نصب عليه الحليب. خذيت كاس ونص تقريبا حليب، ما يعادل 360 جرام حليب، نخلطوهم بالباهي. كيف نشوف الخليط دخل في وسطك الحليب، نحطو على الغاز ونبدا نطيبو، نحرك مليح ونرد بالي باش ما يكعبرليش. نقعد ديما نحرك حتى لين تطيبك الكريمه. بعد ما تطيب الكريمه نحط 100 جرام شوكولاته والغاز مطفي. بعد ما نطفي الغاز وقتها نحطك الشوكولاته باش تذوب في السخانه. كما تشوفوا شوف الخليط كيفاش يبدا. بعد ما طابت الكريمه تو مش نحطها، نبردها، ناخد صحفة ماء ونحط في حطيت فيها شوية ثلج، ونحطك الكريمة فوقك الثلج باش تبرد. نحط ونخلط باش تبرد وما تقعش فيها، ما تعملش جلدة من الفوق. يلزمني نقعد ديما نخلط باش تبرد وما غير ما تعمل الجلدة. بعد ما بردت الكريمة توا باش ناخد أكل كراميل مبردو زادة. لنا حبيت نوريكم كريمة الخفق اللي نستعمل فيها. هذه كريمة الخفق، كريمة الخفق نباتية راهي ماهيش حيوانية. كريمة الخفق النباتية هي اللي تتركض، هي اللي نستعملوها. توا مش نعمل كريمة مش نحضر كريمة. خذيت 300 جرام كريمة سائلة وهما مش نخفقهم، نركضها بالباهي حتى لين تطلعك الكريمة. كما تشوفوا بعد ما نشوفها حضرت نتوقف على التركيب، ما نركضهاش فوق اللازم، ما كانش راهي تتفصل على بعضها.
بعد ناخو الكريمة اللي طيبناها، كريمة اللي بالشوكولاتة، ونحطها على الكريمة البيضة، ونحاول بشوية بشوية ندخلها. يلزمها تكون باردة بالباهرة، هي الكريمة كريمة الشوكولاتة يلزمها تكون باردة مليح. نحركوها كيكة بالفوية بسياسة ولا بي حتى مغرفة ما يقلقش. نصب بشوية الكريمة ونخلط. صدقوني الجلاس ياسر بنين بنين على الاخر، هذا كان تعملوه تولي ما عادش تشريوه من برا. نحط بشوية بشوية ونخلط. شوفوا القوام بتاعه محلاه. توا ناخذك الكراميل، نصبك الكراميل نصبه على الخليط. اماني خليت تنجموا انتم تخليه شويه باش تزينوا بها من الفوق ولا حاجه، تنجموا تصبوا شي الكل كما تنجموا تصبوا الكل كما تحبوا، معناها تنجموا تخليه شويه للزينه، والا كان تحبوا تصبوه الكل صبوه. ينكه بصفة غير عادية، ينكه برشا الكراميل ويعطي بنة مع الشوكولاتة ياسر بنين. لأن خليت شوية وبرا للزينة. نخلط بالباهي حتى لين يمتزجك الخليط. بعد كيف نشوفه تخلط مليح، ناخذ حكة بلاستيك ونصبه في حكك ولا في حكة كبيرة ولا حاجة، نصبه في حكة ونخليوها يبرد. بعد ما كملت عبيته في الحكوك نسكره مليح ونحطوه ليله كامله يبات في الفريجي في الكونجيلاتور، نحطوه في المجمد ليله كامله. لنا من غدوة بعد ما جمد بالباهي الجلاس همش نشوفوه كيفاش طلع لنا. شوفوا ما شاء الله هك القوام كيفاش يمشي، ما فيش حتى طروف ثلج ولا حاجة، راهو بالحق كيما الجلاس اللي تشري من برا، معناتها بنين بنين على الاخر وحويجة نظيفة انتم تكونوا عاملينها وحدكم، ياسر بنين وباهي، معناتها حويجة نظيفة وجديدة وتعطيه لصغيراتكم وانتم مطمئنين. شوفوا ما شاء الله هك القوام فيه، جلاس كيما المحلات بالضبط. شوفوا ما شاء الله، نودكم ولنشاهيكم. شوفوا كيفاش ما شاء الله مزينها. ان شاء الله تعملوه الجلاس، ان شاء الله تنجحوا فيه. وهذه كانت وصفتنا لليوم، لان حبيت نوريكم تنجموا تزينوها بالكراميل اختياري، والا كان عندكم صوص نتاع شوكولاته زاد تجي معاها بنينه. شوفوا ما شاء الله هك البنة متاع الكراميل والشوكولاتة ياسر بنين يجي. ان شاء الله تعملوه وتنجحوا فيه، ونتلقاو في وصفة قادمة. الى اللقاء.